تعبت جدا الاول. مبروك النادي الاهلي وجماهيره ووصول للنهائي، هارد لاك نادي انبي، يعني كتر الف خيرهم برضو، لازم نقول الكلام ده وهنقول في السياق الحديث الف مليون مبروك بورسعيد والنادي المصري وكابتن حسام وكابتن ابراهيم، عملوا موسم رائع. مبروك المشاركة في بطولة افريقية، متهيألي بعد غياب طويل عن النادي المصري، لكن يستحقوا. ربنا أخرها لهم، كان في مشكلة ان هم ياخدوا ثالث الدوري لكن راحوا الرابع، لكن ربنا سبحانه وتعالى يعني بيدي المجتهد، هم اجتهدوا. وأتمنى بقى، أتمنى ان احنا نشوف شكل كمان للنادي المصري بجماهيريته وبشعبيته في الكونفدرالية، يعني ما يبقاش ضيف خفيف، ان شاء الله يبقى ضيف تقيل ويوصل للنهائيات مع سموحة كمان. لكن طبعا مع كامل الاحترام لنادي سموحة وفريق كبير ومعد كويس، لكن النادي المصري نادي جماهيري. أي. يعني أتمنى في مباريات الكونفدرالية وغالبا هيسمح بوجود الجمهور، أشوف أن لازم النادي المصري إن شاء الله ربنا يكرمه ويروح لأبعد المناطق في الكونفدرالية. فمبروك النادي المصري النهاردة، يستحق المشاركة في الكونفدرالية. ونتفرج بقى على كلاسيكو الكرة المصرية كالمعتاد، الأهلي والزمالك أقوى فريقين في مصر، أجمد لعيبة في مصر، أقوى ميزانية في مصر، يستحقوا بصراحة، يستحقوا الزمالك والأهلي، حتى وهم بيأدوا أداء في بعض المباريات ما بيليقش بتاريخهم أو بقوتهم، لكن بيجوا في الآخر بيعرفوا إزاي يوصلوا للنهائيات. أي. نهائي إن شاء الله يوم الاثنين، أتمنى الأهلي يريح كويس، أتمنى الزمالك يريح كويس. حاجة بتسعدني أنا شخصيا إن الاثنين فول تيم، الفريقين يعني باستثناء الإصابات الخفيفة إذا كان حجازي أو الناحية التانية ممكن يبقى غايب مثلا كوفي، لكن في الآخر الفريقين العناصر أيمن حفني وشيكابالا ومصطفى فتحي والوافدين الجدد مع عبد الله السعيد ومؤمن وليد سليمان والوافدين الجدد، نفسي نتفرج على مباراة مفتوحة. أي. يعني أتمنى كده احد الفريقين يحرز هدف بدري، والمباراه تفتح والجيم يفتح ونتفرج على حاجه كده زي 4-4 4-3 بتاعت الكاس قبل كده، 4-4 ويحصل وقت اضافي. يعني اتمنى ان جماهير الكره المصريه تختم الموسم الطويل جدا 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 بوجبه كرويه نستمتع بيها كلنا. رايك ايه في الشوط الثاني والتغييرات اللي عملها مستر مارتينيول؟ وكان الراجل يعني يعني مركز هجوميا تماما، وضغط بعمر جمال وعماد متعب ونزل احمد فتحي عشان يعملوا نشاط شويه في نص الملعب، وخرج حسام عاشور وحسام غالي. ويعني احنا قلنا ساعات برضو احنا قاعدين يعني فضى نص الملعب، بس هو ما كانش محتاج نص الملعب، هو محتاج التلت الهجومي. بص، هو كابتن علاء عبد العال هو اللي حسسه انه ما بقاش محتاج نص الملعب، زي ما الكابتن حسن بيقول لو لعيبه انبي واقفه على رجليها في نص الملعب تقدر تمسك النادي الاهلي بالباص، ممكن يخلصوا الشوط الثاني كله، خصوصا بعد تغيير حسام غالي وحسام عاشور. ايوه، انت بقى النادي الاهلي احمد فتحي كمان بيطير من ناحيه اليمين ومفيش واحد واقف في نص الملعب، لكن صلاح عاشور، بسيوني، لاما، علي عيد، توبا، كلهم وقعوا وقعوا بدنيا بشكل كبير قوي ومش قادرين يقفوا على الكوره. فبالتالي خلاص النادي الاهلي بيرمي بكل اوراقه، والراجل عودنا دايما لما بيحب يزق ورقه قدام يروح مطلع ديفندر، عملها مع عاشور قبل كده كتير، النهارده عملها مع الاثنين، مع حسام غالي وحسام عاشور، وان كانت فيها ريسك عالي قوي لو الفرقه اللي قدامك قدرت تقف على الكوره هيبقى في مشكله في نص الملعب، لكن هو لعب على ان النادي الاهلي للاسف النهارده فاقد حاجه مهمه قوي. هو النادي الاهلي ما بيهاجمش غير فقط من كرات عرضيه. النهارده واضح جدا تاثير غياب رمضان صبحي، ما فيش حد بيروح انديفيدوال او ما فيش حد بيروح فردي مهاره فرديه ما شفناهاش خالص، ما فيش واحد عمل 1 2 او جمله مع عبد الله السعيد واخترق في ال 18، ما فيش واحد صوب برغم وجود عبد الله السعيد ومؤمن واحمد فتحي لما نزل، لكن متهيألي من الاحصائيات ما فيش ولا كره متشاطه على علي لطفي. لكن لو جبت الاحصائيات بس في كره عرضيه كتير طلعها علي لطفي وطلعها ديفنس نادي امبي، صح. لو جبت الاحصائيات بقى هتلاقي علي معلول عامل بتاع 20 25 اوفر، والناحيه الثانيه محمد هاني يجي 20 30 اوفر، لكن خلاص انت اتحفظت. فبدا الكابتن علاء يوقف ابراهيم يحيى، يوقف صلاح سليمان، ويدخل لهم كمان احمد يونس بعد كده. فالنادي الاهلي شبه اتحفظ، عشان كده انا جالي ياس شويه في الدقيقه 80، قلت لك ايه
النادي الاهلي ما بيعملش حاجه غير كرات عرضيه. يعني لو ما جاتش من كره عرضيه, وبالفعل الجونين كرات عرضيه, سواء من ضربه ثابته كورنر الثاني او الكره اللي مؤمن معموله له برده كره عرضيه من محمد هاني على الارض راح بيها. غير كده ما كانش النادي الاهلي هيجيب اجوان. يعني بص كله ايه, كره عرضيه. بص احنا لو عملنا هايلايتس هتلاقي كل الهجمات بتاعت النادي الاهلي كرات عرضيه. فبالتالي بس النادي الاهلي يستحق, ويستحق جدا خصوصا الشوط الثاني زي ما الكابتن حسن قال وان سايد جيم. يعني النادي الاهلي اكنك بالظبط بتلعب تدريب هجوم ودفاع. فرقه بتهاجم زي ما بيعملها المدير الفني كده في الملعب, في نص ملعب بيجيب فرقتين نص ملعب. فرقه بتهاجم وفرقه بتدافع, ده اللي كان واضح لنا الشوط الثاني. هجوم من النادي الاهلي بضراوه ودفاع واستبسال, وكان هيلحق انبي. كان هيلحق. هتبص لها كريم, انا هقول لك هتبص لها بالكلام ده كله عشان نجمعه. هتلاقي ان هو ما كانش محتاج حسام غالي ولا محتاج حسام عاشور, وكان بيعتبر سعد سمير وربيعه هما الاثنين الهاف ديفندر. ليه؟ لان ما فيش اي حد جاي عليهم من لعيبه انبي, وبالتالي كان شغلهم كله ايه زي ما بيقول وليد وانا بقول وانت شفت وقلت ان كل الشغل من على الاطراف. حتى الكره اللي جابها مؤمن كان بيلعبها عرضيه, خدها وطلعوا بيها عرضيه, بس ربنا سبحانه وتعالى لما يكون رايد شيء بيكون كن فاكون. فعشان كده احنا بنقول يعني انا بقول هارد لك للعيب انبي. ولعيبه انبي انت شفتهم كلهم كلهم قال لهم كرامبات. انا عايز اقول لك حاجه بقى. يعني معلش مع احترامي لحضرتك طبعا مدرب, وكابتن علاء عبد المعال مدرب كبير, ومستر مارتينيول, ويعني كل واحد ليه فكره. ليه انبي من بدري قوي كده لجأوا للتكتل في ال 18 وسابوا حوالي 50 60 دقيقه للنادي الاهلي اللي هو يضغط عليه؟ يصول ويقول معاه. هل اللياقه البدنيه ما تكون قله شويه؟ طبعا نادي انبي ما عملش فتره اعداد كامله, ده اسبوعين ثلاثه عشان عشان يقدر يلعب مع النادي الاهلي. خد بالك دي نهايه موسم لانبي, يعني قصدي بدايه موسم لانبي ونهايه موسم للاهلي. حط دي في دماغك. انا عايز اسال سؤال بقى. مش المعنى ده كان انا عايز اسال سؤال. لما بيكون مثلا فرقه لسه فتره الاعداد بتاعتها ما اكتملتش, بدايه موسم زي ما بنقول ثلاث اسابيع, هل بقى اتكتل وابقى انا واسمح للنادي الاهلي لو يضغطني خلال 45 50 60 دقيقه في المباراه, ولا العب مع النادي الاهلي واحاول برضو اعمل هجمه مرتده؟ ما اقدرش. بص يا كريم, احنا كلنا بنتكلم في الحته دي, وبنتكلم بنقول ان هم بدنيا وقعوا وبان من الكرامبات اللي جات لهم حاجه, لكن هي دي طريقه اللعب اللي بيلعب بيها كابتن علاء. هي دي طريقه يعني حتى اللعب. لو هم مكتملين هي دي طريقه اللعب اللي بيلعب, يجيب جون ويقفل, وممكن يجيب جون تاني برضه في هجمه مرتده ويقفل. هيفضل يلعب كده. العمليه مش عمليه, حتى الشوط الثاني يا كابتن حسن ما كانش فيه هجمات مرتده اساسا. العمليه مش عمليه شقين, هي شقين. العمليه مش عمليه كرامبات, وممكن يكون مجهود زايد, وممكن ثلاث اسابيع بدني, والكلام اللي احنا ممكن نقوله لا, ده هو تكتيك هو بيلعب بيه الكابتن علاء مع اي فرقه بيمسكها, وبيلعب بهذا الشكل, وهو عنده مجموعه جيده تجيد. لكن هو عمل فتره, تعتبر فتره اعداد لماتش واحد. عمل فتره اعداد لماتش واحد, وكان بيلعب مباريات وديه, وانا سالت كان بيلعب مباريات وديه مع فرق شويه حنينه, وده اللي احنا بنعمله دايما احنا بنعمل نلعب مع فرق حنينه, وخاصه لما نكون بنلعب لغايه ما تكتمل لياقتي البدنيه. لياقته البدنيه مش هتكتمل من خلال مباراه, مش هتكتمل من خلال مباراة. عشان كده احنا حسينا ان هم بدنيا وقعوا بسبب الكرامبات, لكن انا بقول ان ده تكتيك كابتن علاء بيلعب بيه. بص يا كريم, هي شقين. شق زي ما الكابتن حسن بيقول هي دي طريقه الكابتن علاء, لكن الشق الثاني بقى التطوير في الطريقه دي. كابتن علاء لو اللعيبه واقفه على رجليها زي ما كنا شفنا مع الداخليه, يفضلوا ال 90 دقيقه يقفلوا ويلعبوا على الهجمات المرتده. لكن هنا في حاله انبي لازم اقول لك ان الفرقه دي خلصت من بدري قوي الموسم, وخدوا اجازه, والناس كلها خدت اجازات وريحت, ولسه راجعين من ثلاث اسابيع بيستعدوا للمباراه دي. فدي نقطة مهمة. دي بداية موسم لفريق لسه هيبتدي بقى الموسم. على عكس النادي الأهلي, يعني زي سموحة بالظبط. النادي الأهلي بقى حالة سموحة بالظبط. النادي الأهلي لسه مكمل الموسم. فدي لازم برضو نعذرهم فيها للأمانة, ونعذر حتى فيها الكابتن علاء, اللي هي فكرة إيه. أنا بعد ما بدافع وقطعت الكورة, طب أنا الفرقة ما هي مش قادرة تطلع. ليه؟ لأن هي بدنيا لسه ما اكتملتش. النقطة دي مهمة. يعني مع الداخلية كان على طول, بص حتى الهجمة دي الراجل لعيب كويس على فكرة, محمد مجدي قفشة اللي نزل
لعيب كويس. لكن بص مفيش مش قادرين يعني مش قادرين يروحوا بعدد كبير. بص عددهم خلاص قليل. النادي الاهلي 5-6 وهم 3. بص مش لاقي حد. حتى صلاح عاشور كرامب لما كرامب توبة كرامب والثلاث تغييرات اصابات بالظبط الثلاثه يعني محمد الشامي وقع فنزل بداله اكرم توفيق توبة كرامب فنزل محمد مجدي كان ما ساعدش امبي كمان النهارده ان نجلت مجسد الجيش الثالث تقيله وحاله النادي الاهلي كمان في البدنيه عاليه قوي. لكن في الاخر لازم نقول برضه علشان ما نبقاش بنتكلم على النتيجه بس لازم نقول ان النادي الاهلي لحق بالهدف ده في الدقيقه 83 كانت طيب. قربت كابتن حسن الكرة دي مؤمن قصدي يلعبها في المرمى ولا بيرفعها؟ ما انا من شويه بقول لك مؤمن عملها عرضيه بقول له مؤمن ربنا يا مؤمن لما يريد يوفق بيوفق. هو عملها عرضيه. تعرف نقدر نقول هو عملها في الجول ازاي؟ لو هو عملها كده من بره رجله الخارجي من بره رجله ده هو عملها كده يعني ببطن رجله ببطن رجله. فلما يعمل بطنه كده بطن رجله كده وبعدين تروح في الجون من على خط الجون ده تبقى بقى ده توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. يعني هو سند سند اهو اللي هو بص اهو لا يقربها لا تقربها خليه يقربها. بص اهو خدها اهو بص بيعملها عرضيه بيعملها عرضيه. لكن عشان كده بنقول له احنا توفيق ربنا لما ربنا بيريد انه يوفق حد بيوفقه. بس اهو بص اهي بص بيلحق كريم يجيبها بيبدا يجيبها عشان اللي جاي يلعبها. لكن هي راحت على الجول لان هي الطبيعي من هنا. انا بتفق مع الكابتن حسن 100%. الطبيعي من هنا لازم تتلعب بالعرض. لكن هنا انا بلوم على علي لطفي في حاجه نام قوي بدري. يعني ايه اوقف انت عارف علي لطفي لو ما هو كده كده في واحد مع بس 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 اقف هنا هنا انت شايف الشكل ده انا ليه نايم كده؟ ما هو في واحد في مدافع مع مؤمن مش انا المفروض ابقى واقف. ايوه انا بتكلم على علي لطفي. انا هنا في الكادر ده انا ليه نايم؟ ده لسه مؤمن ما راحش على الجنب. انا ايه اللي منيمني كده؟ ما انا لو واقف الكره دي سهل جدا امسكها بسهوله بالظبط. فهنا هو علي بس باع نفسه بدري مع انه عامل مباراه كويسه. يعني خلينا نقول ايوه بس الكره دي غريبه. لا يعني صح زي ما انت بتقول دلوقتي الكره متطرفه وفي مدافع قافل على مؤمن كمان. فلو هو ايه اللي خلاه ينام؟ يعني هو لو هو واقف القريب واخد الزاويه القريبه من هيلطش والمسافه قريبه في الستة ياردة فاستعجل. يعني بص هنا لما مؤمن عمل كده هو فاكر انه مؤمن هيشوط على طول فاستعجل ونام. ودي غلط. بيعجبني فيها قوي قوي احمد الشناوي حارس مرمى الزمالك. وانا وريتها لك امبارح الكره اللي هو طلعها اللي اتشاطت وطلعها كورنر فاكرها اللي انت قلت لي اللي خبط قريبة. ايوه اللي خبط هو في العارضه. الثبات الانفعالي عنده تقيل. يعني ما بيبيعش نفسه بدري. دي من الهجمات اللي كان ممكن علي لطفي سهل قوي يتصدى ليها بس ربنا هو عامل لكن هو عامل جيم خش. كويس طبعا سعد سمير يعني للمره الثانيه على التوالي في 48 ساعه او 72 ساعه بيحرز هدف مهم للنادي الاهلي. المره اللي فاتت كان هدف الصعود امام سموحه والنهارده هدف الصعود امام امبي وبنفس الطريقه. احد الاهداف اللي يعني من وجهه نظر يعني اتكلمنا فيها في لجنه الكوره واحنا بنجيب حجازي ورامي ربيعه ان لازم الاربعه يبقوا تقال قوي. يعني سعد كان راجل من اللعيبه الاساسيه بالزبط. لكن النادي الاهلي يعني كان سعد ونجيب والباقي بعيد عن المستوى. النهارده سعد وهو قاعد لحجازي وهو قاعد لرامي تحس انه قاعد بلغه الكوره كده بيعض عايز اي فرصه. يعني دلوقتي انت صعب تشيل سعد في مشكله للمدرب. حتى لو رجع حجازي عندك مشكله لان هو الراجل ده الراجل بيهدف وبيكسبك وماشي كويس وكويس في الناحيه وكويس في الناحيه بقى هتعمل ايه؟ صح. يبقى هجمة على المرمى كله بيروح في اتجاه اللاعب اللي معاه الكوره وبعدين يقول لك اللي قادم من الخلف هو اخطر حاجه ممكن تحصل. القادم من الخلف اللي هو غير مراقب بمعنى اصح. يعني حتى لو في زياده عدديه من لعيب الاهلي جوه ال 18 ها ولاعيبي انبي اقل بكتير من تواجد اللعيبه النادي الاهلي الخطوره كلها القادم من الخلف.